مدير شركه باكسوس. هذه الزياره جات باش درنا واحد البيلون على المخطط المغرب الاخضر في البيلي رقم واحد، كيفاش منين جا باش عرفنا استراتيجيه موحده، وباش تزادت حنا مجموعه ديال سويس دوبلات العدد ديال العمال ديالها، والتصازرات هما الدوبلو، لانه ولا بفضل الاستثمارات وبفضل التشجيع ديال وزاره الفلاحه. من ناحيه ديال الشركه ديال باكسوس، حنا درنا استثمار مالي واستثمار بشري باش يمكننا نخلقوا التنافسيه ونديروا الجوده ونشدوا الاسواق الخارجيه ان شاء الله. التوقع ديالها هو التصدير، كتشغل واحد العدد ديال المجمعين اللي هما مجمعين، كاين واحد العدد ديال الفلاحه كيشتغلوا، والحمد لله بانه كنشوفوا جميع يعني الظروف ديال النجاح ديال هذه المحطه باش تكون محطه ديال المستقبل وتكون نموذجيه في المنطقه هي كاينه. والاخوان اللي حاضرين هنا من البرلمان كلهم فرحانين بهذا العمل وهذه العمليه ديال الديناميه ديال العصرنه. السيد الوزير ومع السيد العامل والسيد الوالي والسيد العامل، هاد الزيارة كنا تنتظروها مدي سنين من كملنا هاد المشروع هذا، وحنا مسرورين جدا اللي شرفونا بالزيارة. بغينا نبينوا بأن المهنة تدير مجهودات كثيرة في المخطط المغرب الأخضر، وهاد المجهودات تنشوفوها وشافوها والناس خدامين معنا. تقريبا دابا 6000 الناس خدامين معنا بصفه مستمره، وهذا الشيء الفضل تيرجع الاراده ديال الشركه القد فلاحي، وبالطبيعه المغرب الاخضر كذلك اللي ساعدنا في هذا الشيء كله.